السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم ميدتيك. في هذه الحلقة أحببت أن أشارككم الخبر السعيد والذي كان ينتظره جميع الجزائريين والإخوة التوانسة، هو شحن لعبة فري فاير عن طريق شريحة أوريدو، والذي تم إضافة هذا الخيار فقط في هذه اليومين الأخيرين. وحببت أن أشارككم طريقة شحن لعبة فري فاير عن طريق شريحة أوريدو في الجزائر. لكن قبل أن أشرح شرائط الدس فقط لا تبخلونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة دائما. تابعوا هذه الحلقة حتى النهاية، يجب أن تشاهدونها ثانية بثانية حتى تستفيدون وتشاهدون كل الخطوات التي سوف نستخدمها وكل الطرق، كل بمعنى بخطوة بخطوة حتى تتم عملية الشحن 100%. اولا سوف اضع لكم رابط تحميل متجر هواوي، سوف اضع لكم رابطه في صندوق الوصف وفي اول تعليق، قوموا بتحميله. بعد ان تقوم بتحميله، فمجرد ان تقوم بالضغط على سوف تقوم بانشاء حساب. بعد ان تقوم بالضغط على انشاء حساب سوف يطلب منك تحديث المتجر، قم بالموافقه على التحديث، وبعدها تتابع معي هذه الخطوات جميعها كما ترون، التي سوف نبداها كما تشاهدون. أول خطوة هي أن تقوم فقط بفتح حساب كما ترون بالنقر في الأسفل، بعدها تقوم بالنقر في الأعلى هنا في القسم في الأعلى، بعدها سوف يطلب منك إنشاء حساب كما ترون. هذه الخطوات التي سوف أشارككم كلها أمامكم. بعدها تقوم بالنقر على سويفون أو متابعة في الأسفل كما ترون بالزر الأزرق، بعدها تساوي على أكسبت، تقوم بتحديد تاريخ الميلاد الخاص بك، سوف أقوم بكتابة 13 ديسمبر 1995. بعد تقوم بالنقر على سويفو، تقوم باختيار الإيميل، تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك، وبعدها تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك، ثم تقوم يقوم بإرسال لك كود تقوم بإدخاله، وبعدها تحدد الدولة التي خاصة بك، الدولة الجزائر. بعدها سوف تقوم بالدخول إلى الإعدادات وتقوم بتغيير دولة التطبيق، سوف تجدها فرنسا. أنت سوف تقوم بتحويلها كما ترون، سوف تجدها فرنسا، تقوم بتحويلها إلى دولة الجزائر كما ترون في هذه الخطوات. لذلك قلت لكم شاهدوا هذه الحلقة خطوة بخطوة. بعد أن تقوم بتحديد دولتك إلى الجزائر كما ترون، ننتظر فقط حتى موافق، بالضغط على أوكي في الأسفل كما ترون أوكي. بعدها سوف تقوم بتحديد دولتك، سوف كما ترون الجزائر موجودة، نقوم بتحويل دولة الجزائر بالضغط على كونيكسيون. بعدها كما ترون يتم الآن تحويل التطبيق إلى دولة الجزائر حتى تظهر لنا شريحة أوريدو. بعد أن نقوم بتحويلها إلى دولة الجزائر كما ترون، تم التحويل بنجاح. بعدها نقوم بالضغط على موافق ونقوم بالضغط على أكسبت كما ترون، الآن تطبيق يفتح بدولة الجزائر. بعد أن نقوم بتحميل لعبة فري فاير، لأنه يجب عليك أن تقوم بحذفها وتقوم بتحميلها من متجر هواوي. بعدها سوف ترون في لعبة الفري فاير ظهر قسم جديد وهو هواوي. بعدها تقوم بتسجيل الدخول بطريقة عادية، ثم نقوم بتجربة شحن الحساب عبرها بالضغط في الأعلى على جواهر كما ترون. سوف نقوم باختيار قسم 100 جوهرة كتجربة أولية. السعر رخيص جدا جدا، 11000 بمعنى 118 دينار. سوف نقوم فقط بالضغط على اوكي، بعدها ننتظر حتى يتم مباشرة، سوف يتم فتح من اللعبة، سوف يتم فتح متجر هواوي مباشرة. بعد أن تقوم بالنقر على شحن الجواهر سوف يتم فتحه مباشرة. بعدها سوف تقوم هذه الطريقة تصلح فقط في شريحة أوريدو. سوف تقوم بالنزول الخيار الثاني، بعدها تقوم بالنقر على في الأسفل سوف تجد السعر 118 دينار، سوف تقوم بالنقر عليها حتى 12000 مكان، حتى 12000 مكان. تقوم بتحديد شريحة أوريدو كما ترون، ثم نقوم بالنقر على سويفو، بعدها سوف يقوم لك هذا هو الرقم، تقوم بالضغط على أوبتوني إرسال، بعدها سوف يقومون بإرسال لك كود والذي يظهر أمامكم في الأعلى كما ترون. نقوم فقط ننتظر حتى يظهر الكود، فقط ننتظر ثواني كما ترون جاء الكود. فقط نقوم بكتابة هذا الكود الذي توصلنا به هنا في هذه الخانة، نقوم بكتابة المتكون من 4 أرقام، نقوم بالنقر على سويفو، وهنا نكون قد كما ترون السعر يظهر في الأعلى 118 دينار. ننتظر فقط حتى يتم إرسال الجواهر في بضع ثواني، من 10 حتى 20 ثانية فقط نقوم بالانتظار. كما ترون يقوم الآن تصلني الفاتورة التي تم خصمها من حسابي كما ترون 118 دينار جزائري، تم خصمها من حسابي بمعنى 10000 بمعنى 11500.
بسعر رخيص جدا بدون ما يحشو لكم الناس 25,000 و30,000 و50,000 ل 100 جوهره. 100 جوهره فقط بسعر البنك كما ترون 118 دينار، بمعنى 11,800، بمعنى فقط كما ترون جاري الان ارسال الجواهر الى الحساب بطريقه مضمونه وامنه، لانه هذا الخيار تم اضافته من شريحه اوريدو. كما ترون السعر 118 دينار. هذا ما حوزتني حلقه اليوم، نراكم في مواضيع لاحقه، والسلام عليكم.